لا يعني لا يا بابا، انا مال انا ومال العمليات بتاعتكم. برافو عليك يا فطين، لا تستسلم لا تستسلم، تماسك عند القهر. انس، انا بحذرك يا انس، مالكش دعوة انت خالص، فاهم؟ ما تتدخلش بيني وبين ابني. اما انت يا حلو، عارف لو ما نفذتش اللي انا طالبه منك ده هعمل فيك ايه؟ عارف يا بابا عارف. حضرتك هتقوم بقى داخل جوه عندي وترميلي كل الكتب بتاعتي في الشارع. ارميها ارميها بابا، وانا هبقى لمها، وانا هساعدك في لمها. ما يصحش كده يا استاذ انس. سيبه سيبه، اطمن انا مش هرميها. هتولع فيها؟ ولع يا بابا ولع، انا هبقى طفيها وانا هساعدك في اطفائها. وبعدين بقى الكتب دي كلها كمان في نافوخ انا في دماغي. ايوه وفي دماغي انا كمان. ما يصحش كده يا استاذ. قلت لك سيبه، انا مش واقف. انا واقف يبقى انت تخرس خالص. خلاص بقى، امر يا بابا كبير. ريح نفسك يا اخويا. منك ليه؟ انا مش هعمل حاجه من اللي في دماغكوا دي خالص. ربنا يخليك يا رب. هتعمل ايه يا بابا؟ هابل هعمل حاجه بسيطه بسيطه خالص، هنزل من هنا على المدرسه اللي انت بتشتغل فيها عدل، اخش على الاذاعه المدرسيه اللي انت بتحبها قوي دي، عارفها؟ ايوه بابا. وهروح واخد الميكروفون. لا بابا سيب الميكروفون. لا بابا سيب الميكروفون. انت سيبه. طفيته طفيته طفيته. وانا ولعت ولعت. لا اشتغل. اوعى اوعى. وهقف في الشرفه وهقول حضرات التلاميذ المحترمين اسمعوني كويس، عارفين انا مين؟ طبعا مش عارفين. انا هقول لكم انا مين. انا السيد الحاوي والد الاستاذ فطين ده بتاعكم، مدرسكم. بشتغل ايه؟ الدكتور دكتور. كلنا في نفس واحد. بتشتغل ايه؟ انا بابا دكتور. انا هقول لكم بشتغل ايه. انا حرامي حرامي، ومش كده وبس، لا، وميشو ابني التاني التوأم بتاع الأستاذ فطين مرمي في السجن. كان معكم سيد الحاوي الحرامي. الحرامي خلاص بقى خلاص بقى حرامي. خلاص بقى بابا، وهون عليك تنبلك برضو يا بابا. ابني تسمع كلامي وتنفذه ولو على رقبتك، فاهم؟ حرام عليك يا سيد. انس، عارف يا انس لو ما سكتش انا هعمل ايه؟ هخرج من المدرسه عدل على فيلا اشجان هاني. عارف اشجان هاني مأنوس حبيبتي القلب، وهخش عليها واقول لها يا هانم بكل فخر لا حرامي، ومش هقول لها هي بس، لا هقول كمان ابنها الاستاذ فهمي اللي هو اساسا اساسا مش طايقك ومش موافق. قادر وتعملها يا سيد؟ طب ومعادي مع سياده الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ده بكره الصبح، اعمل فيه ايه؟ كما قال احد المقهورين، يوجد دائما من هو اشقى منك فابتسم واصبر فان مع العسر تيسير، وكل امر له وقت وتدبير. يعني موافق ولا انزل دلوقتي ابات في المدرسه؟ موافق يا بابا. ما تلبس ثياب بسرعه، ايه البطء اللي انت فيه ده؟ حاضر يا بابا. اللي يشوف استعجال حضرتك كده يقول يعني ان حضرتك هتاخدني تفسحني ولا تدخلني سينما يا بابا. افسحك؟ افسحك؟ خابشي وانا هضربك. اه بابا. افسحك ليه يا اخوي؟ وانت نغه حضرتك، ومع ذلك يبقى خلي عمك يفسحك. خلص خلص. عارف انا مش عارف انا قسوه قلبك دي ليه بتطلع علي انا بس. انا بابا قلبي اتفطر بيتفطر ويتفطر عليك، وحضرتك قلبك بيتحجر ويتحجر عليا. كل واحد حر في قلبه. انا قلبي بقى متحجر عليك، هعمل له ايه؟ سلمت قلبك يا بابا. خلص اهو يا بابا. يلا. ايه النضاره الزفت اللي انت واخدها دي؟ نضارتي القديمه هلبسها بقى. ها طيب خد البس دي. حاضر. ايه دي؟ ماشي. ما تلبسها. هبقى البسها بعدين بقى يا بابا. طب يلا يلا. حاسب الكره الارضيه اهي هشربها لك. اطلع قدامي. حاضر. قدامي بس ما تزقش بقى قدامي. طيب على فين العزم يا سيكا؟
طب ما تزقش يا بابا. طيب الله اخرس اخرس. ها ما تقول لها ولا تحب انا اللي اقول لها؟ قلت اخرس خالص. ما تقول لها سيكا قول لها. حبيبتي رايحين مشوار ساعة كده وجايين على طول. وين المشوار اللي بيخلص في ساعة بيتلف في ساعة ويخلص؟ ده مش فهمان. مرات بابا مرات بابا. ابوس ايديك ابوس ايديك. خليني معاكي هنا وانا هخدمك بعناية. طب ما تخليه. انت خليه بقى قدامي قدامي. انت مش فاهمة حاجة. ايه؟ الواد فطيم ماله؟ عنده مرض جلدي معدي. ما حد يروحونا. علشان المرض ما ينتشرش في البيت ما تخلوهوش يلمسك. ارجوك حافظي على نفسك. خدوا يا سيد خدوا. انا بزهق من العيا اساسا. لا من العيا بزهق ما بعرفش اعيا. خلاص خلاص بزهق. لمسني يا سيد. لمسني مسك ايدي. بصي خليني معاك ان هو وانا هغسل لك المواعين وهقرا لك كل الترجمه بتاعت الافلام واعمل لك النسكافيه اللي انت عايزاه. هقطع الافلام الاجنبي خلاص. طب بصي هقول لك نكت حلوه بس خليني معاكي هنا. مش عايز اضحك. خليني معاكي هنا. قلت قدامي بقى. عايز اقعد معاك مش عايز اسمع حضرتك. قلت قدامي يا رنت قدامي قدامي. يا بابا وحضرتك ليه بقى عايز تحرمني من حنان مرات الاب يا بابا؟ انا هعوضك حنان مرات الاب وحنان الام وكل الحنان في الدنيا. لا بس لا انا بحب مرات بابا وعايز اقعد معاهم هنا. هتمشي ولا مش هتمشي؟ يا بابا ما تتعبنيش. بابا انا مش عايز امشي بقى. امشي مش عاوز امد ايدي على النور. خدوا يا سيكا. ايوه اهو ماشي. خرجوا بره البيت. امشي. ممكن يا ابني اقابل حضرت الظابط؟ طيب حضرتك ايه يا بابا حضرتك بتعمل كده ليه؟ انا بس عايزك تهدى يا والدي ارجوك اهدى. اطمن عليه يا ابني اعمل معروف ده هو اخوه اللي طلعت بيهم من الدنيا. هو كده ولا كده بكره الصبح هيروح يتعرض على النيابه. ممكن تشوفه بكره الصبح. طب سلام عليكم. لا استنى يا حسن. لا استنى استنى. لا ما ينفعش يا ابني لازم تشوفه دلوقتي حالا. انا وحشني قوي لازم تشوفه دلوقتي. طيب ايوه يا ابني اديني فؤاد بيه عبد الواحد في المباحث. ايوه ماشي طلع مأمورية؟ طيب اوكي ماشي شكرا. ممكن يا ابني اشوفه دلوقتي بقى ولا ايه؟ بص يا والدي هو مراعاة لحالتك الصحية انا هخليك تقعد معايا بس هما خمس دقايق. خمس دقايق خمس دقايق كفاية اوي. خمس دقايق مش عارف اغير في التعزك ده حتى كتير. خديهم دقيقتين. اسكت اسكت. خلصوني بقى الخمس دقايق فاتوا. ميشو ابوس ايدك يا ميشو ما تتاخرش عليا انا عندي مدرسه. ها ده غير الميعاد بتاعي مع ست الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه. ها ميشو هستناك الساعه 7 بالظبط في الحمام. ما قلنا خلاص بقى. لا خلاص ازاي ما انت عارف فطير ورغي. يا رب الاثار تقع عليك تموتك. طمنت عليه؟ الحمد لله يا ابني الحمد لله. ربنا يخليك ويسعدك. ربنا يخليك ويسعدك. خدوا على الحجز يا شويش. امرك يا باشا. خدوا على الحجز. يلا قدامي. ده الخرب ده يا ربي. ده الواحد يطمن عليه مره واحده في العمر. متشكرين. ربنا يسعدك ويخليك. استنى عندك. كشف الفطير ولا ايه؟ النضاره بتاعتك. أصل أنا ما اطمنت على ابني نظري بقى كويس. ربنا يخليك ويسعدك. بقى يرضيك كده يا رب. يرضيك اللي عمالين يعملوه فيا كده بابا وأخويا. ده إيه الغلب ده يا ربي؟ بقى اليوم اللي هقابل فيه سيادة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويكرمني بنفسه. بيت هنا ليلتها في الحجز. منك لله. ولا بلاش بلاش يا فاطين عيب. ربنا يسامحهم ويهديهم. اسمع بس اسمع. خد مني بس انت السيجاره دي وروق. لو سمحت حضرتك انا ما بدخلش. وبعدين ايه الريحه دي؟ ايه الريحه دي؟ طب بلاش. انا معايا برشامه مخبيها في الشراب تضربها عشان تروقك. لعلمك بقى البرشامه دي ما بتطلعش غير لميشو. يوه برشامه ايه حضرتك؟ هتودينا في 60 داهيه؟ وبعدين ابعد بقى كده مش طايق ريحتك مش طايقك. طب بلاش. طب انا معايا سمسون تضربه ويخليه اخر دماغ بالصلاه على النبي. خد يا سيدي حضرتك انا مش عايز ولا سمسون ولا برشامه. انا عايز حضرتك تبعد عني بقى.
انت ايه يا عم؟ عفانه سعيد، عفانه عفانه سعيد، عفانه وفرحان قوي. طبعا لازم يبقى اسمك عفانه، يعني بريحتك دي هيبقى اسمك ايه؟ ياسمين ولا فله؟ وبعدين وحضرتك ما بتستحماش خالص يعني؟ استحمى؟ انا استحمى؟ انا لو استحميت اموت يا سيدي. ما تموت ولا تروح في 60 داهية حتى، مش احسن ما انت ماشي كده عمال تموت في خلق الله؟ داهية تاخدك بريحتك دي